أهلاً وسهلاً بكل مشاهدينا. أخبار كتير متداولة بنسمع عنها الساعات اللي فاتت غير معروف مدى صحتها، زي أخبار عن قيام الدولة بالإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وأخبار تانية عن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق. فتعالوا نعرف حقيقة هذه الأخبار وحقيقة موضوع إلغاء مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني. هنبدأ مع حضراتكم بالسلع الغذائية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تداول أخبار عن الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق. وأقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وشددت على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماما ومطابقة لجميع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها الفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها. وأكدت أيضا أنه يتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. ومروجي الشائعات لم يكتفوا بنشر أخبار عن سلع غذائية فاسدة، ولكن كمان تم تداول أخبار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق. وأيضا نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأخبار، وأكدت أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، وشددت على أن جميع سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثوقة. كما وضحت أنه تم شن حملات رقابية وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مناشدة المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثوقة. وآخر الأخبار التي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بنا فيها كانت منشورات تعزم بتحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لذلك وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة. وأكدت أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعليم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفصاح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب. ومن المقرر أن تبدأ بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو، على أن تكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو. كما تقرر أن تكون موعد امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتعتبر فترة امتحانات قصيرة للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. وفي النهاية بنناشد وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة. مشاهدينا الكرام، بكده تكون انتهت تغطيتنا. بشكركم وإلى اللقاء.